الفقر. طيب انا هكمل معاك الحكايات عن الفن، بس عشان جبتي اخوك يوسف انا فوجئت من الاستاذ حسن يوسف انه يوسف فخر الدين مات. مات ازاي يوسف؟ عبيط. راح اتينا اتجوز واحده جايه قدام اول حياه ربنا زي ما بقول لك كده. وهنا كان متجوز واحده اوحش منه كمان. مع ان يوسف وسيم يعني. يوسف حد بس عبيط. الركة على مخك مش الركة على اي حاجة تانية. اتجوزها يا سيدي اسمها، احنا بنقول لها بيتزا بس هي اسمها كوستانتينا. خدته من الشغل فتح بوتيك عشان هي تبيع فيه المكياج، هي بتاعت مكياج. معرفش بقى جت عيان انا مش فاكر، عيان عنده برد عنده بيكح بتاع حاجه كده. فجاه قالت لي اخوكي مات. خدت بعض ورحت سافرت، لقيت نعل عندي قران صغير، فتحت النعل حطيته فيه وخدت الطياره وجيت على مصر فورا. ما قدرتش اشوف في يوسف يدفن في الارض. بس هو اتدفن في اليونان. بس ده مأساة يعني. يوسف كان ناجحا يعني، كان ممكن ينجح ويستمر. انا كنت بحب السينما. يوسف ما كانش بيحب السينما الحقيقة. ما كانش بيحب السينما؟ لا. اشتغل عشان انا اشتغلت، هو اخويا الصغير، انا اعمل حاجة وهو يعمل زيي. طيب بس هو عنده اولاد من الزوجة اليونانية؟ ولا اولاد ولا حاجة، ما فيش. انا اسف فخر الدين لما انا اموت ما يبقاش في فخر الدين نهائي. بس يوسف اتدفن هناك وانقطعت صلته تماما يعني. بس دي مش قصة عجيبة شوية يعني؟ هل حباها مثلا؟ هل الحب؟ معرفش، انا ما اقدرش اخش في قلب يوسف اعمل ايه. انما كل اللي اعرفه انه راح فتح لها بوتيك. انا ما رحت برا وهو عايش، فتح لها بوتيك، بقت هي تبيع من البوتيك وتحط الفلوس في جيبها كمان، ما تديلوش ولا مليم. حتى انا كنت عازماه فديته نص فرنك حق الاتوبيس، ها، وقال له خلي مريم ترجعك. خلينا اكمل معاكي، نطلع نكمل اللقاء، نكمله في الخارج. دي الخطابات المتبادلة بين والد مريم فخر الدين ووالدتها اللي اتكلمنا عنها منذ قليل، وهي كلها خطابات حب عاطفية يعني. ده جزء منها، ده جزء بس من الخطابات، جزء منهم. احفادي عشان امهم المانية بيقروا المان، فاخدوا الباقي يقروهم. بس انا ما استجراش اقرا الحقيقة. بس انت احتفظت بيهم، بتحبيهم. طبعا لازم احتفظ بيهم. طب دلوقتي الحب، الناس ما بقتش تحب بالاسلوب ده يعني. مش كان زمان الناس بتحب ويمكن ان 4 سنين خطوبه ماما وبابا ويكتبوا جوابات متبادله. من الفيوم للمجر، مجر والفيوم. بعدين ابويا سافر المجر اتجوزها وجاب. حتى فيها كمان بعض ال ادام الملك فؤاد ده، يعني دي بعض دي ايه دي؟ ده كارت بعتاه والدتك لوالدك. دي منظر من المجر، من المجر. وده كمان من المجر. بر منظر من المجر. عشان دي محمد فخر الدين اريجيشن انجينير فيوم، يبقى ماما اللي بعتاه من بودابست للفيوم. اهو في طب عندك ال ده في طابع بعيد اهو كمان، الملك. ودي كمان من المجر برضو. ماما بعتها محمد فخر الدين اريجيشن انجينير فيوم. يلا. طب والدك، انت قلت لي والدك اتولد ازاي؟ بتقولي في قصه تتعلق بولاده والدك. اتولد ازاي بابا؟ مال؟ لا انت قلت لي اتولد على جمل. هقول لك. امه خلفت صفيه، قعدت 13 سنه ما تحبلش، ثراء لها انها تروح الحج. زمان يروحوا الحج ازاي؟ يركبوا مركب من مصر على جده، وبعدين يركبوا جمال
الأعداس اللي في فوق الجمال دي لحد مكة والمدينة. ها بتطلب من ربنا إنها تولد ولد. أم ربنا استجاب وهي راجعة جالها الطلقة، خلفته فوق الجمل، لفته في القميص بتاعها وركبت المركب جابته على مصر. شوف ازاي يعني، شوف الناس زمان كانت عاملة ازاي. زمان كانت الناس عندها الـ 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 التلقائية والسماحة والعلاقة مع مع ربنا يعني، إلى حد إنه يستجاب للدعوة بالشكل ده. طيب جدتي سعودية اسمها فاطمة الصرفي، هناك يقولوا عليها الصيرفي السعوديين. ها وهو أبوك من تركي، تركيا زمان كانت محتلية السعودية. طيب خليني أتكلم معاكي في ده الجانب ده. هل عندك إحساس إن في جحود في الوسط الفني؟ يعني الناس ما بتسألش على بعضها؟ لا إحنا الجيل بتاعنا بنسأل على بعض. أنا وهند الرسم كل يوم كنا بنكلم تليفون، الله يرحمها بقى، وفي في شادية بتكلمني في التليفون كل يوم والتاني. شادية لغاية دلوقتي بتسأل طبعا عليك. شادية وبنت أختها ليلى. لكن بس ما فيش حد في الوسط الفني تاني. ده ما بيضايقكيش؟ لا ما بيضايقنيش، انا اعرفهم خالص، بتفرج عليهم في التلفزيون واقفل السكر. طيب في الوسط الفني ما عملتيش مريم فخ الدين، ما عملتش حساب للزمن؟ انت كنت قلتي قبل كده لما عندي معاش ابويا. امي لما ماتت كانت بتاخد 300 جنيه معاش جوزها، وبعدين رحت اقول لهم مش عايزه المعاش، قالوا لي انت بتاخدي معاش، قلت لهم لا، قال خدي معاش ابوكي. النهارده معاش ابويا ده 1700 جنيه. 1700 جنيه. طيب انت كنت اتكلمت كمان في انه شاديه هي اللي علمتك الصلاه، والشيخ الشعراوي. الشيخ شعراوي. هقول لك حاجه، انا امي مسيحيه متطرفه، ودتني المدرسه الاهماني بتاعت كارل بروميس الرهبان، ما قالتش مريم محمد فخر الدين.